الايفنت هذا كيف ساعدنا. اكيد عندنا فكره كان من الاول، اكيد مثلا انه بيحكوا لك الناس انها مليحه ولا لا، انه كويس ولا لا، بس دائما كطالب خصوصا ديفلوبر فيرست تايم ما بتحس بثقه بحالك، ما بتحس انها عم تطبق بسوق العمل، عم تحكي انه لا انها جيم وعم تجربها لحالك قدام الناس، ما بتحس انه لها قيمه لسه. يوم شوف ناس مثل هيك عم فتحوا، يعني يوم شوف لان رئيس البريزنت اوف اول ان يو دي، وشوف ناس مثل هيك مثل ناجت وام في وهذول الناس عم بيحكوا انها كويسه وعملوا بزنس وعملوا ميجا ثينجز وعم بيحكوا لك انها كويسه، يو هاف تراست ان يور سيلف. يعني you go the first next step always. No. يعني هسا أكيد أكيد ما رح نترك إلا تنعمل لك البرودكت بعد هيك إيفنت. أكيد يعني إنه اللي صار كل شيء حكاه كويس، وإنه اللي صار مثلاً حيحفزنا زيادة وزيادة وزيادة. يعني أنا بحس إنه في ناس عم تهتم إنه عم تشتغل، يعني لما تشتغل وتضيع يعني وقت وجهد وتعب إنه مش راح تحس إنه راح يضيع، إنه أكيد يعني لقدام إن شاء الله راح نشتغل أحسن وأحسن وأحسن، حتى نطلع برودكت زيادة، حاول يعني نحقق يعني بروجكت يعني أفكار ثانية ببالنا حابين نعملها من زمان، ولما نشوف أكثر أفكار عم نعملها عم تطبق أكيد حنشتغل ونزيد شغل، نحاول نساعد العالم ونحسن بال وطن العربي بزيادة.